بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم بمسرح محمد الحداد. هذا المسرح اللي افتتح الابواب ديالو بمناسبه اليوم العالمي للمسرح 27 مارس 2009، ومنذ ذلك الحين وهو كيستقبل مجموعه من الانشطه ذات صبغه وطنيه محليه ودوليه. اقتضى الامر انه هذا المكان وهذا التواجد ديالو في هذه المنطقه لم يكن قرارا عبثيا من طرف السلطات المحليه ولا من طرف الجامعه الحضري التي يعني سهرت على تجهيز هذا المسرح بما يليق من اجل ان يرقى الى مستوى استقبال كل الانشطه على مختلف اشكالها وانواعها. خصوصا وان المنطقه ديال بني مكاده هي منطقه اهله بالسكان من مختلف الشرائح. في الاول كان هناك طموح على ان ذوي الاهتمام والمهنيين المهتمين والمفاعلين والمتدخلين في المسرح كما عبروا على ذلك من خلال الزيارة الأولى التي قاموا بها قبل الافتتاح، عبروا عن ارتياحهم لإحداث مثل هذه المعلمة. وبعد الافتتاح كذلك كان هناك استمرار لهذا الارتياح، إلا أن الملاحظ أن معظم المثقفين لا تطأ أرجلهم هذه المعلمة وهذه المؤسسة لعدة أسباب. نذكر على سبيل المثال فكرة أن مسرح الحداد يتواجد بمنطقة بعيدة عن المدار الحضري. ثانيا أن منطقة بني مكادة، وكما كان ومعلوم عليها سابقا، أنها منطقة غير آمنة وأنها منطقة مهمشة، ولذلك فإقامة أي نشاط بهذه المنطقة هو عرضة للفشل. وهذا خطأ ذريع، لأن السلطات لما فكرت في إحداث هذا المسرح بهذه المنطقة لم يكن قرارا عبثيا، بل كان الهدف الأسمى هو خلق دينامية ثقافية بالمنطقة وإشعاع ثقافي يعني يغطي شريحة كبيرة من سكان هذه المنطقة ومن سكان مدينة طنجة، وبالتالي يعني لتغطية الخصص الكبير الذي كان يعم البنيات التحتية الثقافية بهذه المدينة. ويعتبر مسرح محمد الحداد بمواصفاته الحالية من المسارح الوحيدة والقاعة الوحيدة بهذه المدينة. هناك قاعة أخرى ولكن ليست بمواصفات هذا المسرح. لا نقول أنه في القمة ولا نقول أنه يعني استوفى جميع الشروط، وإنما أنه يتوفر على الشروط الدنيا لاستقبال جميع أنواع الأنشطة. يكفي أن تكون هناك إرادة، ما ينقص بهذه المدينة هو إرادة. والدليل على ذلك أن مجموعة من الأنشطة وخصوصا المهتمة بالمسرح، الأنشطة المسرحية، ونذكر على سبيل المثال المهرجانات المسرحية، لا يتم برمجة أي نشاط بهذا المسرح. إذا لماذا تقام هذه المهرجانات؟ إذا كان الهدف منها هو ترويج مجموعة من الأعمال المسرحية وتقريبها من المواطن، إذا كان هو خلق فرجة للمواطن، إذا كان هو تحسيس المواطن بأن هناك نشاط يسمى المسرح، إذا كان المسرح فعلا يؤسس لثقافة جديدة، لثقافة تؤسس للتنمية وللمواطنة، فأين حظ هذه الساكنة من هذا النشاط؟ لماذا يتم التركيز على القاعات المتواجدة في عمق المدينة؟ لذلك أقول أن هذه الأنشطة تتحول إلى أنشطة نخبوية 100%، ولا تستهدف الفئات المجتمعية على مختلف شرائحها. ولذلك فكرنا في إنشاء صفحة، وقد أنشأناها على الفيسبوك، نطالب فيها بوضع دفتر للشروط والتحملات خاص بتنظيم المهرجانات والأنشطة الكبرى. لماذا؟ حتى يتم تنظيم وتحديد المعايير الفنية والقانونية لتنظيم هذه الأنشطة، لترويج هذه الأنشطة، لتدويل هذه الأنشطة حتى تعم جميع المناطق المتواجدة بهذه المدينة، وحتى فعلا نعطي لهذه المدينة حقها بحكم أنها كانت مدينة ثقافية بدون منازع. لقد تم تهميش هذه المدينة ثقافيا، لقد تم الإساءة إلى ماضي هذه المدينة من خلال
مجموعة من الأنشطة التي لا ترقى إلى مستوى طموحات الساكنة، ولا ترقى إلى انتظارات الساكنة، ولا ترقى إلى ما يضعه المسؤولون على هذه الأنشطة أنفسهم من أهداف يتم الترويج لها خلال التواصل مع رجال الإعلام في اللقاءات الصحفية. ولذلك نتمنى أن يتم مراجعة هذه الأمور كلها، وأدعو جميع الفرقاء وأدعو جميع المهتمين وجميع المثقفين أن لا يكتفوا بالكلام على المسرح محمد الحداد من بعيد، فليأتوا إلى هذا المسرح ويقفوا في عين المكان على كل التجهيزات الموضوع الرهن إشارة كل الذين يريدون استغلال هذا المسرح، فالأبواب مفتوحة، ونقول لهم أننا أذرعنا مفتوحة لهم، سواء تعلق الأمر مباشرة بالزيارة المباشرة أو عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فنحن مستعدون للتواصل مع الجميع حتى نقيم الحجة على من يدعي أن هذا المسرح بعيد، أن هذا المسرح لا يتوفر على المؤهلات، وأن هذا المسرح تنتفي فيه الشروط التي يجب توفيرها في الأعمال المسرحية. وشكراً.